نسيت جزداني هون، مشان هيك رجعنا. منيح اللي صار هيك لنشوفك على حقيقتك. لو سمحتي اسمعيني شوي. أنا أنت اسمعي هالكلمتين، فيديا عن قريب رح بتصير مرت ابني، كنتنا يعني رح بتصير من أسيادي، ومن هون رايح لازم تتعاملوا مع فيديا مثل ما بتتعاملوا مع الأسياد. بس خليني فهمك، يعني ما بدنا نسمع منك ولا كلمة، كل شي توضح بالنسبة لإلنا. أوما، العرس لازم يصير بأسرع وقت ممكن. بس شو مشان إنه بلكي ابنكم ما حب لفدية؟ هو لسه ما شافها لبنتي. كوشاليا، كبارية العيلة هن اللي بقرروا هيك أمور، ومستحيل حدا يشوف بنتك فدية وما يحبها. بنتك مثل الملاك، لازم تجهزوا حالكم من هلأ لعرس فدية. إن شاء الله بضل بخير. تخيل يوقف قدام الكل وقال إنه بنتي رح تصير كنته، وقال كمان خلصنا أمي، هالشي ما بصير، في شي غلط. شو صار لك فدية؟ اللي صار اليوم كان مثل الحلم يا أمي. أنا حاسة حالي مثل اللي سرقت حلم وحدة تانية وأخذت منها سعادتها وحلمها ومستقبلها. ماما، الحكيم هو يلي كتب اسم شالو، والسيد ومدامته أجوا لحتى يشوفوا شالو، فكيف فتت على الخط؟ كيف هيك بصير؟ أنا مالي عرفانة كيف صار فدية؟ هيك. وكمان هن شو بيعرفوا عني لحتى يجوا يخطبوني؟ هن شافوني بس مرة، يعني من مرة واحدة قرروا إنهم يخطبوا. أمي قلي لي أنا شو رح يصير فيني بس يعرفوا الحقيقة عني؟ شو رح يصير؟ قولي. ما تكوني جد بكل هالقد، الرجال شايف نص الدنيا، وإذا أخذ هذا القرار فهو أخذه بعد ما فكر كتير منيح. رادة مع حق. لا أمي لا، لأنه صاحب الحق لازم ياخد حقه، كل الأديان بتقول هالشي، حرام الواحد يسرق حق غيره. أنا رايحة قل له للسيد إنه أنا ما بستاهل كون عروس لابنه ساهر أبدا. ماما صدقيني أنا ما بصير أخذ حق غيري، أنا رايحة لعنده. فدية فدية وقفي فدية، لا تتهوري. سيد رجاف، بترجاك تلغي العرس فورا، أنا ما بستاهل إني كون كنتك، أنا ما بستاهل كون عروس لساهر. أنتوا ما بتعرفوا عني شي أبدا، هو عريس شالو مو أنا. أنا مستحيل وقف في طريق سعادتها، مشان الله تلغي العرس فورا، هذا غلط كبير. بترجاك يا سيد رجاف، أنا بترجاك. وما بتعرفي هلأ إنه أثبتت لي فدية إنه قرارنا هو الصحيح. هالبنت عندها عفة وعزة نفس كبيرة. فدية، يمكن ما تشوفي حالك مناسبة لتكوني عروس لابني ساهر، بس أنا بعرف إذا في وحدة بتناسب ابني فهي على الأكيد راح تكون أنت يا فدية. فكري منيح، صحيح اسمك ما كان بقائمة البنات اللي أعطانا إياها الحكيم وقتها، وما حدا حكى معك وما أجينا نشوفك، بس كان قدرنا إنه نلتقي فيكي وصار اللي صار. صدقيني هالشي ما كان بإيد حدا، هالشي هذا كله كان مقدر لنا، القدر هو اللي بقرر، ودائما مصيرنا يا بنتي بإيد القدر. شو بدك تعملي؟ إيه بنتي، ربك وحده اللي بيجمع البشر، وكل إنسان رح يلاقي نصيبه، وشالو أكيد رح تلتقى بشاب يناسب حياته. خلص حاجة تفكري بهالموضوع بنتي، وروحي على البيت. شنو؟ وصل فدية على البيت. تفضلي. أنا بعرف روح لحالي. ما بيصير تروحي لحالك، تعالي أنا بوصلك. ما صدقت إني لقيتك، من وقت ما شفتك هديك الليلة عرفت إنك خلقتي لأخي ساهر. صدقيني أخي ساهر حدا كتير طيب،
هلا قلبي صار مطمن كثير ومرتاح. هالبنت هي مناسبة كثير لعائلتنا، وهي جوهرة حقيقية. عن جد الله يحميها شبابها. بس يا أوما، برأيك بصير هالشي اللي عم نساويه معها؟ لأنه هي ما بتعرف شي عن عائلتنا ولا عن ساهر حتى. فدية؟ بصراحة أنا وزوجي كان بدنا نقلك شي، بس ما عنا الجرأة نقلك يا وجها لوجه. مشان هيك زوجي بده ياكي تقري هالرسالة. بس أنا ما في مشكلة، ما في داعي تقريها هون. روحي على البيت وقريها على مهلك، وساعتها بنتي شو ما كان قرارك نحن رح نقبله، وإن شاء الله ما يصير إلا الخير. ما تخافي، كل شي رح يكون منيح. فدية، بتمنى لك السعادة. بنتي في لحظات ما بتنتسى من حياتنا، مثل لقائنا فيكي أول مرة بالصدفة. بهديك اللحظة حسيت إنك العروس المناسبة لابني ساهر، سواء حبيتي ساهر أو لا، فهذا الشي بيرجع إلك. ولحتى نكون واضحين معك، رح خبرك شغلة عن ابني. يا ربي، أعطيني إياها. يا ربي، لكن محت على الأخير، ما بقى فيني أقراها. طيب يلا أقري اللي فيكي تقري. طيب هاتي. لهيك أنا حبيت إنه تكون عروسة ابني من هذا المكان بالذات. بالبداية ساهر ما كان موافق يتزوج من هون، بس بعد ما تعرفنا عليكي حسينا إنك الوحيدة اللي رح تساعدي، لهيك فكرنا نزوجكم. والحياة يا بنتي بالنهاية اسمة ونصيب، والحمد لله بالنهاية ساهر قبل الزواج. وبعد ما عرفتي كل شي القرار صار بإيدك. إذا وافقتي تعالي على المكان اللي التقينا فيه أول مرة وتعرفنا عليكي، وإذا شفناكي فرح نعرف إنك وافقتي على الزواج من ابني، وإذا لا ما في مشكلة. فدية، شو قررتي هلأ؟ ما بعرف، يعني ما قدرتي تقري أهم جزء بالرسالة. أكيد في شيء مهم كتير كان السيد رقابته يقلي عن ابنه ساهر. ليكي، شو ما كان الناقص ما بعتقد شيء مهم كتير. يمكن كان السيد ساهر ما بده بالأول يتزوج من بنت ضيعة، بس هلأ وافق، شو بتفرق معك؟